ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وآلك الطيبين الطاهرين المظلومين النجباء. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام على يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. السلام عليك يا زوج البتول وأخ الرسول والواقي رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم المهول، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح، ورحمة الله وبركاته. السلام على المولود في البيت الحرام. السلام على المخضب بدمه في محرابه في شهر الصيام، ورحمة الله وبركاته. كسدين طول الدهر ثوب المصائب مصاب الرقى من غالب، أي غالب، فيا لك من رزء أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب. غد
غداة أصاب الدين سيف ابن ملجم فأردى عليا خير ماش وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا وطبق حزنا شرقها بالمغارب فيا راكبا ظهر الشملة سر بها مجدا كومض البار بين السحائب وعز النبي المصطفى في وصيه وقل يا أبا الغر الكرام الأطائب قعدت وقد بل المرادي سيفه وويلا ابن أبي شيخ الأباطح طالبي فعاد له محرابه محربا أسا وويلا يا فهر بعد المرتضى النوم حاربي لكن وظلت بنات المسلمين نوادبا تحن حنين اليعملات السواغب لكن ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون أبونا يا حسن متغير الله حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا يوصي على أولاده وصد ليهم بعينه وقالهم كلامي يا أولادي تسمعونه لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا جني بشبل الحسن فوق الفرش نايم وبالسم جبدة مقطعة وحول الهواشم وقلوبنا فتها بونينا بدمع ساكم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزل هالوطية مصيبة عزيز حسين بارض الغاضرية وجني أشوف على الثرى نايم رمية له الشبان بالغبرايون ما
حال زينب وهي ترى أباها على الأكتاف؟ إلا وأن تنادت يا المجبلين هل شايلين وياكم منين؟ لما سمعها الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيدي لونين، أبوك انطبر والراس ولكن الأمر لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ورد في مضمون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره وذكر أبنائه الطاهرين. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لم يجتمع لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل والعلوم والمعارف ما اجتمع لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى روي أن ابن عباس قال في مضمون قول: لو أن الشجر أقلام والبحر مداد والملائكة مع النبيين كتاب وحساب ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحسبك من فضائله وعجز متكلمين والمتحدثين والفصحاء والبلغاء عن أن يحيطوا بجزء أو بنزر يسير من معارفه وعلومه. وقد روي أنه عوتب المتنبي الشاعر في عدم مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال: وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. صلوا على فعلي عليه السلام حاز قصب السبق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في كل منقبة ومأثرة وعلم، فكيف إذا كان علمه لدني
وقد علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب. لنأتي إلى شيء من نظرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى التأريخ، باعتبار التأريخ أحد العلوم المهمة، وإلا فإن الحديث في تفسير القرآن أو استخراج غوامض ما فيه من كنوز، فحدث ولا حرج. كيف نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى التأريخ؟ ما هو التأريخ؟ التأريخ هو الأحداث الزمنية التي تمر على الإنسان، الأحداث التي تمر على الفرد والمجتمع، تشكل بمجموعها إن صح التعبير معنى للتأريخ. فكيف نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى التأريخ، وكيف أراد للبشرية سواء في زمنه أو بعده أن تنظر إلى التأريخ؟ هل تنظر إليه باعتباره أحداثا مضت فلا تشكل نفعا ربما للإنسان؟ الواقع أن هناك نظرتان للتأريخ: نظرة تستغرق في الماضي لتجعل من كل ما في الماضي هو الصواب وأن ما عداه على خطأ، وهذه نظرة لم يوافقها القرآن ولم يوافقها أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الاستغراق في الماضي والقول بأن كل ما جاء به الأقدمون فهو على صواب أدى إلى القول مثلا بعدالة الصحابة وأن كل ما فعلوه هو الصواب بغض النظر عن منزلتهم ومكانتهم عند الله تعالى. هذه نظرة خاطئة. النظرة الخاطئة الأخرى أيضا هي النظر إلى التأريخ باعتباره مزاد، وهذه أيضا خاطئة، لأن التأريخ فيه مساوئ وعيوب كما أن فيه عظة وعبرة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب الفهم نظر إلى التأريخ كمجال للوعظ والإرشاد ومجال للتربية والأخلاق ومجال للاستفادة، استفادة الفرد واستفادة المجتمع، لأنه كما ورد عنه عاش هذا التأريخ. شلون يعيش الإنسان؟ إنسان يعيش فترة زمنية معينة وينتقل إلى الدار الآخرة، فكيف الإنسان ممكن يعيش فيعمر في غير زمنه؟ إيه أمير المؤمنين خبرنا بهذا. شلون أمير المؤمنين ماذا روي عن أي بني؟ تكلم مع الإمام الحسن سلام الله عليه،
كما في نهج البلاء. أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني بمن تهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخره. كأنه عاش التاريخ كله. كيف يعيش الإنسان التاريخ كله؟ بأن يسبر غوره، بأن يعرف ما هي المقدمات وما هي النتائج، كيف عاش أولئك وأين سقطوا وأين ارتفعوا. زين، تاريخ يعيد نفسه. وهذه مقولة دائما تكرر، إن التاريخ يعيد نفسه. كيف يعيد التاريخ نفسه؟ تاريخ أحداث تنتهي، شلون يعيد التاريخ نفسه؟ تاريخ يعيد نفسه. الشخوص لا تعود، الشخوص تنتهي، بس ما الذي يعود؟ نفس القيم والمبادئ التي تسود عند الأشخاص هي التي تعود، وبالتالي يتعاملون مع الأحداث كما تعامل أولئك، فيؤدي ذلك إلى سقوطهم إن لم ينتبهوا لأسباب وعوامل وما يسميه أمير المؤمنين كما ورد عنه مصارع من كان قبلكم. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليك ما ورد عنه ينظر إلى التاريخ باعتبارين، باعتبار الموعظة والعبرة. أحي قلبك بالموعظة. أحب دائما أستشهد لك بالنصوص، وحتى نكون في شهر رمضان أيضا أحب تكون النصوص كما وردت من المصدر. أحي قلبك بالموعظة واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحباء وحلوا ديار الغرباء وكأنك عن قليل قد صرت كأحد. هذا الانتفاع بالتأريخ للعظة والعبرة على المستوى الشخصي إن صح التعبير، بأن تجعل من أحوال الماضين وسيلة للزهد والتذكير بأن هذه الدنيا زائلة. هذا المستوى الأول من مستويات الانتفاع بالتأريخ عند أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد عنه. التاريخ قلنا يعيد نفسه، لو ما يعيد نفسه؟ يعيد نفسه، بس مو بنفس الشخوص. أين نجد هذا في أقوال أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه خطب خطبة لما آلت إليه الأمور. أول خطبة
جاي يخطب الناس، مفروض يمنيهم، المفروض يقول لهم كما يقول الكثير من السياسيين في زماننا وفي غير زماننا، ممن ابتعد الكثير منهم عن القيم، يمنون الناس بالمناصب وبالعيش الرفيع. شنو قال أمير المؤمنين كما ورد عنه في أول خطبة خطبها؟ ذمتي بما أقول رهينة، كما ورد في نهج البلاغة، وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه. صلوا على ألا وإن بليتكم قد عادت، يعني التاريخ قاعد يعيد نفسه. شلون يعيد التاريخ نفسه؟ التاريخ يعيد نفسه؟ نعم، لأنه إذا سقطت الأمم فيما سقطت فيه أو ما سقط فيه من كان قبلهم، فقد أعادت تأريخا ينبغي أن لا يعود، والعكس بالعكس. أمير المؤمنين يحذر، لأن يشوف بوادر الفتنة، يشوف بوادر الفتنة بعد كل تلك المدة التي اقتطعت فيها القطائع وأخذت فيها الأموال، وزعت الأموال على مقاييس بعيدة عن الإيمان والتقوى، وزعت ما وزع ما وزع واقتطع ما اقتطع، أناس لن يرضيهم العدل، ما يرضي. شنو يقول في خطبته هو الآن؟ لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفل. شدي قال يقول إيه؟ هذا خطبة تنصيب، يقرأ المستقبل. دكتور الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة دائما يكرر، عميد المنبر يكرر هذه العبارة، يقول هذا رجل جاء في غير وقته. نعم، يقرأ الأحداث قبل وقوعها، قبل أن تقع. لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. هذا بالفعل الذي حدث، لأنه حتى ما أريد يكون البحث شوي جاف، لازم نطعمه بأنواع من الأمثلة. انظر إلى تأريخ أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف إيش صار. لما أن آلت الأمور السياسية إليه، جاءه من جاء، طلحة والزبير يحاولون إياه أن يوليهم فأبى. بعد مرة ثانية يكررون عليه، لما يئسوا من الولاية خلاص ما بيولي، راحوا للعطاء. ايش سووا في بيت مال المسلمين؟ أمر عمار، مضمون ما أمره أنه أمره بإحصاء كل ما في بيت المال
وأن يوزع بين المسلمين بالسوية، كل واحد انتهى بثلاثة دنانير. مو الرواية مضمونها أنه دخلت أم هاني أخت الإمام مع جاريتها التي اعتقتها توان، فقالت ما عطائي؟ أمر لها بالعطاء الذي أمر لجاريتها التي اعتقتها. ساوى في العطاء. لذلك انت تفهم الآن معنى مضمون ما ورد عنه سلام الله عليه: دعوني والتمسوا غيري. بعض الوهابية الآن مجاودين لأن هالخطبة وحاطينها في كل مكان، يقول هاري ضد الشيعة. ليش؟ لأن إذا أمير المؤمنين يقول منصب إلهي، كيف يقول دعوني والتمسوا غيري؟ الواقع أنهم لم يفهموا ولم يفقهوا في أي سياق وردت هذه الخطبة ومثل هذه الخطب. دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لأن يعرف فتن كقطع الليل المظلم، أناس لا يريدون للعدل أن يكون حاكما عليهم، ولذلك يعترضون على أمير المؤمنين. الوقت لا يتسع لنرى كيف شخص أمير المؤمنين ما يسميه بمصارع القرون. شنو مصارع القرون؟ يشخصها من خلال زمنه وعهده لكي تطبق على باقي القرون والأزمان. هذه نفسها، شلون التاريخ يعيد نفسه؟ هذه إن هناك مصارع يعني خلنا نسميها مصادر سقوط الحضارات، مصادر أو طرق سقوط الأمم. كيف تسقط الأمم؟ شنو اللي يجعلها تسقط؟ أولاً الاستكبار على الحق. أي أمة أو فرد يستكبر على الحق شيئاً فشيئاً، استكباره يؤدي إلى سقوطه. الإمام سلام الله عليه كما ورد عنه يستعين بالتأريخ لكي يوضح الحقائق. ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعله الله فيه، سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله بالندامة وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. تكلم عن قصة هابيل وقابيل وهابيل، استعين بالتاريخ حتى يوضح الحقائق. ألا فالحذر بعد، شنو الأسباب سقوط الأمم غير الاستقبال؟ طاعة السادة المتكبرين. أي أمة تطيع سادتها المتكبرين فقد سقطت، شيئا فشيئا تسقط. ألا فالحذر، الحذر من طاعة سادتكم، من طاعة ساداتكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم، فإنهم قواعد أساس العصبية ودعائم أركان الفتنة. هذا الصنف من الناس، لأنه طلحة والزبير وغيرهم، شنو أسباب التي جعلتهم
يثورون ضد الإمام سلام الله على الاستكبار، وأنهم وجدوا من يطيعهم. قالوا دلين عندهم سابقة في الإسلام مع شعبه، حتى فروا قالوا يريدون العمرة بل يريدون الغدرة، وجمعوا من جمعوا لقتال أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد شنو أسباب مصارع القرون؟ الفرقة والتشتت. أمير المؤمنين يستخدم التاريخ سلام الله عليه كما في نهج البلاغة، فانظروا إلى ما صاروا إليه، يتكلم عن القرون الماضية والصالحين من أتباع الأنبياء، وأنهم صبروا صبرا عظيما حتى بلبلوا وغربلوا. الصبر يعني يأمر أصحابه بالصبر بس بطريق غير مباشر، استخدم التاريخ. بعدين يقول فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشققت وتشتتت الألفة واختلفت الكلمة والأفئدة. بعد أن انتصروا على عدوهم تفرقوا، هذا التفرق من أسباب مصارع القرون. قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غضارة نعمته، وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين منكم. هذا هو بالضبط الهدف من استخدام التاريخ. شنو الهدف من استخدام التاريخ؟ العظة والعبرة، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب كل هذا. انتهى الوقت. إذن أمير المؤمنين يستخدم التاريخ من أجل أن يكون عظة وعبرة من جهة، ولبيان مصادر ما يسميه مصارع القرون، يعني أسباب تشتت الأمم وسقوطها. فكل أمة تكرر نفس الأخطاء تقع في نفس ما وقع فيه من كان قبلها. ولذلك فإنك رأيت الآن نحن مررنا سريعا على شيء يسير من علم الإمام أمير المؤمنين في مجال التاريخ. هذا نزر يسير جدا. أعرفت الآن شيئا من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العين وعلي بابها؟ لم يزل بأبي ونفسي يطلب من الناس أن يسألوا. وفي أي موضع؟ في حال هو يريد أن يغادر هذه الحياة، يعاني أشد المعاناة بسبب ضربة ذلك اللعين التي أنزفت دماه وجعلت وجهه لا يدرى. أوجهه أشد صفرة أم العصابة؟ ومع ذلك هو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. كما ورد عن الحسن سلام الله عليه أنه قال: سلوه قبل أن تفقدوه، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. ولم يزل أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي بوصايا
أبى إلا أن يخلد للأجيال بعده ما تنتفع به بالإضافة إلى سيرته وأقواله. نعم هذا شيء من مضمون ما ورد من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. إلى أن قال الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الله الله في بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم. الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. ولم يزل يوصي بوصاياه إلى أن قال حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. إلى أن قال الله خليفتي عليكم وهو نعم الخليفة. ثم التفت إلى أولاده صغيرا وكبيرا واحدا بعد واحد: الله خليفتي عليكم وهو نعم الخليفة لمثل هذا فليعمل العاملون. وإذا بجبينه يرشح عرقا عظم الله أجوركم. وعند احتضار الموت أسبل يديه ومد رجليه وغمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة. أين المنادي وعليا؟ أين المنادي ومصيبتا؟ إلا فارقت روحه وتزلزل يا خلق عرش الجليل. وما جت الكوفة وضجت بالبواكي والعوي والبنات الهاشمية من الخدر طلعت تنوح والسماوات العلية اتزلزلت واعلن الروح. زينب تنادي عسى روحي قبل روحه تروح. ليت تحملني يا ابويا ولا تخليني وتشي. اعوليت وجذبت حسره والدمع بالخد سار. تصيح
صيح يا عز انت قضى وللمقابر مشى وشال. عجب يا موت المنايا تموت يا موت الأبطال. يا حسن يا حسين خلونا عن الكوفة نشي نساعد الحسن والحسين في هذا المصاب الجلل. نودع أمير المؤمنين ودع حدار العيلة وبالأحزان خلاها ودع حدار العيلة بالأحزان خلاها ودع بالأحزان خلاها ودع حدار العيلة بالأحزان. تز العرش واركانه ضجت بالبيج العيلة نص الليل ما جلكو قلش عظم هالليلة. زينب وقفت على الباب تنحب واخد تغسيله لقد تمدد وصفقت على اليسراب يمناها على اليسراب يمناها ودع حدار العيلة بالأحزان خلا ودع حدار العيلة بالأحزان خل. تقلهم يلتغسلون بهيدا يشد والطبرة أريد أبعث سلام أحزان بيدا لمي الزهراء. صاحت حيف يا ابو حسين يا الدار الفلك بمرا صاحت حيف يا ابو حسين يا الدار الفلك بمرا خبر جدي المختار بكرو بالحصلناها خبر جدي المختار بكرو بالحصلناها ودع حدار العيلة بالأحزان ودع حدار العيلة بالأحزان. يا وتندفن بالليل ليلة شلون مشوما وقبرك يختفي يا ياب مثل أمي المهضومة. إجا يمها الحسن نشف مدامعها المسجومة مدامعها المسجومة ورجعها لحجرتها أبو محمد وسلاها رجعها لحجرتها أبو محمد وسلاها ودع حدار العيلة بالأحزان خل ودع حدار العيلة بالأحزان. الأعظم شوفت الكرار وأولاده يغسلونه. أسألك بالله لو شوفت أخوها بخيل عدوانة يدوسونه
هنا خيها الحسن ردها وردت هي ردت هي مغبونة ردت هي مغبونة ويوم الطف زجر جاها سابها وسلى برداها يوم الطف زجر جاها سابها وسلى برداها ودع حدار العيلة بالأحزان خلاها ودع حدار العيلة بالأحزان إلا محلى الأبو في العيد ليجمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة طيب القلب وتصير عيشتهم هني الصوم يدعو كل يوم نادبا قد نزفوا دمي يا الله إلهي نسألك وندعوك بمصاب أمير المؤمنين فرج عنا يا الله اللهم فك كل أسير من أسر المؤمنين فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل يا كريم اللهم اشف كل مريض اللهم اقض حاجة كل محتاج اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه جماعتي الحاضرين لا سيما المؤسسين احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لا سيما أرواح المؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.